أنا مناديكم هون على هذه الأسرة اللي عدت تجديد، وغير رايالكم معاي كيف آمي ذيك الفوضى اللي كنتوا طارسين فامي وذشي، ما هي ماي كيفتها، هي فيها نطحة مانعة وفيها بعد قاع طرش على زر خطيرة، معناها أن ذلك النوع ما يمرشي فيه والطابقة حتى متعدلة، ودي يفيدها ما ودها يقال في هذه المسائل الثنتين اللي قلت لكم. ايه اوتو دحدوه عندي مداخلة. تفضل. ايه لقيتنا ابوه متينقع، سمعت حما كان اوت كان علينا بردن وسلامة، جيبنا انت نارا طلضي، وذا انا بعد شخصيا معارضه. انت من انت؟ انت تتكلم كان شنو انت؟ لا مروه بالضبط والله. عندنا شوي مداخله لو سمحتوا. تفضل. جماعه انا عندي شيء نبغي نقول لكم. شتوا احنا هذو ساكنين في ذي الدار ذي، وكنا مبلقه ومبجلين، والشي فر بقيناها في ذي الدار يعدل لنا ولا يصح فينا، لانه نحن يا الله يعدل لنا اللي مونك عندنا واللي لاحق خلوقاتنا كاملين. تكلمنا ايه تش كلمه بلاط كانت عندك تلحس عند في الدار قبالها دخلها بالكوزين. هو قوم بالعجله عجل. ايه فقدني قاعد قاعد حان شوي حان شوي حان شوي. سمعوا اللي نقول لكم، انت وانت وانت وانتو ما جسمتين وانت وانت شتي اللي قال لكم دحدوح، ما هو شيء من سيرتي ذاتيه، لا تمشوا على الطريق المستقيم والله دورت الطائر ما يبقى منكم واحد. كلكم ليتوا عنده مهمه في الدار يعدلها، وعدل هم اللي بيكمل وش وخارق الله الصراط، الا كل حد يمشي على الصراط المستقيم لا يعوشك ولا يعوشك. سمعتوني؟ تسمع؟ قال لي جعفر وسيدي محمد. جعفر تعليك القدحان صغير الدس كثر طول امرك من امه، راني التعباس ما نبغيه. اسمعتني، كثر من امه وجف ان شاء الله. وانت ابوي اسمع. اسمي حي بالله ولا الرابي؟ حي بالله الرابي شاطك هان ترشوها. ترى انا كنت عليك باب الفم باب الحيط اللي تقعد عنده. شن عدل؟ تقعد ذاك الباب لا يدخل علي احد دون اذني. ان شاء الله وفداك ان شاء الله. تبوي اسمع. اسمي عادي. عادي ترك الكارتشيه كاملين لان اسمع صوت كاملين فر الجيران كاملين مو بعد ياسرين يسوى. تبوا سمعتوني؟ سمعنا اسمعنا وفهمتوني؟ سمعنا فوز اللي قلت لنا وفهم هذا. ما عرفت واحد منكم يخلف اللي قتلوا، واضح لكم؟ واضح واضح. أنا ما كلفتوني بشي. أنت قاعد تتعدل؟ موش أنت ما عندك شي تتعدل؟ لا يتعدل لا تمرق عني منهم، لا تمرق عني ولا يتعدل. لا تلارجع وبعد اللي مرق بعد اللي قد يدخل من الدفوم مرة أخرى. أوه بارك عليك الحساسية. خليكم الكاري ذا شنية حنا ودخلنا ضيق رانا لكم. شباب اخوتي شنو جوير هذا ما يصح ما يصح قال ما يصح. كوما تتوك يا اخي كبير تقول لك نادوا قردي الفم. والله العظيم يدني خليه شيء والمكان داخل قاعد نقول له يدخل. اي انت ايش عندك ود كارتيه؟ والله ما عندي لهم شيء، انا شفت فاندام انا خايف منه، انت قاعد لاني نشوف انا خلع ولا تنقطع. ايوا انا ذي جعفر والله انا تشفيتني كوما قالت لك جيف الامه دو طلع لك الحساسيه. انا قاعد ترى ما انا طاعني منه عندك عن راجل مثقف كيف انت انا مسؤول محترم. انا الباسي قاعد اطرح عند الصقاله ما قد صقلته العود انت من اجمع الباس الدار كاملين نص قلوب هين قالوا الفيفي ما يصح. احنا ذا موسم انتقالات شتويه دخلنا من نضيق. لا تمات قرديه ما قرديه ولا شيء حد ما فتحت له. ايوه الحيط شغله بدات شغله. ما في مشكله حل يا قاتي يا مظالم. وش تعمل؟
هذه من أدب أخبارها ياسرة حتى. ولي تسقني ما قد تسقلت هاي البلع. احنا قاعد باس اللي أنا كروا لي. قام ساعة اللي جات عذب السرق. دي لي جازية بحسن. والواحد في شنو يباتو؟ سوى ذا ما في تقصرتوه لي أضرين. راي هاد. هاي شغلتين. راي نادي. طبعا كنت عدلو شي. طبعا بلا بايدة. وها راك النعائل هاي راك شغلتين. أنا ماري قلت لكم الدار أنا نار نشمار فيها ذنبانة. نعائل ما يطلحوني هون. طبعا مش كنتكم شي. جمعوا عني النعائل. وفوني بالعجلة ماني من قلت لكم. عاد وافي خاصني لا نشتغل. وفوني بالعجلة. أقرصوني. حالة. خلطة حق زين يا ما تجي الصح. شفت هاي الدار أطالع الشيء قال لي وضع الطيارة ما ضعف يوم ما تتحرك حد رغى ما يجبرها ويدي الجوار اللي هي والله يا جاكشا قالكم جاب أعمارنا معنا نحن يلا لو دو أي وسيلة ما خو عنا من هون اسوى شي يغرموا دي كامل ما يجي يصيب عند دحدوح بيلي هذا مجيبته هذا مجيب الدحدوح غادي نعاونو نحنا فيه واخاوها عنا ثم شاف فينا مخلوق بلا انا ما ترقيه واذا عاد واحد عاد داه ونتبارك معلفه وتمسيكين مونا الله اللي شفيتي ناس ما تقدري تجا ومسيكين جبرتو عند الجيران دول الكراط نحنا قاعده ما هو فرض علينا واذا مولي متين علينا نحنا ذي المره توعينا الفجر وحتى اعلنها اذا طرحت لنا غدانا تطرح لنا شوي ما تنقد الصح دحدوح اخلاقه كبيره علينا سمعت وانا خاصه انت اخلاقه كبيره عندي غير مولي قباط لي قرارهم انا وهاي الجماعه واللي عمل خالك لا يتنفذوا قرار شنو هاي شوف دحدوح الجوار اللي جبت لنا هذه انتقالات شتويه يطرع في الناس كمان حد موافقه اما ما موافقين عليها وانا ما موافق عليها عندك لا مسألتين احنا هذا اما تقبل النظار تكنيها لنا نمشي نحن هي وحدنا نتمون كون راحتنا والله مولي هي الجوال يتقيس بك بخرا انا والله الدار اللي يتقيس ولا ينسبكم انا لها انا روحي متعذبه جعفر يا ابويا كم فاطري انا بقاش ثلاث ليتمشي